مشاهدي فضائية الحقيقة الدولية لمتابعة أوضاع الحجيج وحجيج السفارة والفرادة، ما يقارب 4000 حج ضمن الشركات التي أخذت منهم الغالي والنفيس من أجل أداء مناسك الحج. كونوا معنا ضمن هذا التقرير الذي أعددته الحقيقة الدولية على مساكن الحجيج الفرادة في العراء في مخيم عرفات. اسماعيل إبراهيم، احنا أتينا على طريق سيارة شخصية، دخلنا على الحدود، لما جينا على دفعنا مطوف وجينا على الفندق، طبعا طلع الفندق عبارة عن شقة فاضية لا فيه أي نوع مقومات الشقة الفندقية، تخوت فقط لا ولا شيء ولا شيء فيها، حتى قلنا فيها بالمؤاخذة حرامات ما فيها، تخت شرشف لا يصلح لشيء، وتخوت قديمة حتى شاشة خزانة ولا شيء أي نوع مقومات. كمان غير هيك باعونا ماء زمزم، بيع الهدي، باعونا تجارة، مبدأ تجارة، وسوونا مساومة على الهدي وعلى التجارة. كمان الحد أخذوا منا مقارب 125 ليرة مطوف على كل شخص ولا شيء. طب كيف وضعك اليوم جبل عرفة؟ وضعنا اليوم يعني تقبلهوش على عدو، مش على مسلم. مصعب العبد الله، الحافلات من أسوأ أنواع الحافلات، كان قلبنا على طريق معان وبين حدين كان في ناس مش مدخلينهم بالكشوفات، فتأخرنا بجزء بما يقارب 16 ساعة وإحنا بين الحدين. الفنادق اللي وعدونا فيها طلعت سكنات كل 8-10 بالسكن، أسوأ خدمات، مع إنه بالعقود الشركات لما رحنا يعني إشي غير اللي موجود. غير هيك بتاجروا بالبشر متاجرة، الهدي باعونا إياه بأسعار عالية، باعونا إياه بأسعار عالية بيع، وداخل الفندق بيعونا وبسوقوا علينا. اسماعيل إبراهيم حسونة من سحاب أبو خليل. الوضع اللي إحنا اتفقنا به مع الشركة وضع غير الوضع هذا، وأخذوا منا مبالغ كبيرة، وإحنا وضعنا هون مزدري للغاية، لا هو يعني أصلاً حتى ولا إنسان، أو أهمل أو أوطى وضع في الوضع. الحجاج كلها هو وضع الحجاج الأردنيين، يعني إحنا بنيجي على الحجاج العراقيين كأنهم قاعدين في مدينة ملاهي، الحجاج السوريين في منتزهات، إحنا على العتمة بدون كهرباء بدون كنتين، ما فيش عندنا أي نوع من الخدمات. وبعدين 100 مشكلة لما حصلنا على الخيمة، علما إحنا دافعين بالحدود بعد كل واحد، أنا دافع يعني معي 5 أنفار دافع 800 دينار المطوف ولا فائدة منه. مالك انت؟ نايم على الكرسي، نايم على الكرسي، شايف شو تحت راسي؟ هذا حاج أردني. أنا الدكتور محمد العناسوة، دفعنا للمطوف ولم نجد مطوف، كلفوا الشيخ معانا بالباص تكليف إنه أنت مرشد، هو ليس مرشد، بالإضافة للي دفعناه كلياته تعرضنا لإهانات من أصحاب الشركة هون لها حضور كبير. فمن خلال منبركو وقناتكو نناشد جلالة الملك التدخل شخصيا لحماية حجاج الأردن ووضعهم بالمكان اللائق في الديار المقدسة. الحجاج الأردنيين كما تشاهدون مبهدلين، لا مكان لهم، رحلونا 3 مرات من الخيام، اضطرينا ندفع رشوة للفلبينيين حتى يأمنونا مقعد وغرفة وصالة زي ما انتم شايفين، لا إضاءة لا مدخل لا أي شيء إلها، خلافا عن الجهات الأخرى اللي كلها محترمة مواطنينها ومنزلينهم بأفضل مساكن وأقرب منها. خلينا نحكي الوعودات الصادقة من قبل الشركة وهي كثيرة، كلها وعودات غير صحيحة، كانت من سكن من سائق حتى سائق، يعني على مستوى سائق يخالف الطريق وغير الطريق ويجي سائق ثاني يستلم من منطقة ثانية، المسافة طويلة، التعامل الحدود معنا السعودية بطيئة، يعني قاعدين 13 ساعة الحدود، الخيام في عرفات لم نجد لنا اسم مكتب او اللي وعدنا فيه نقعد فيها، قعدنا في خيام ثانيه حتى على مستوى الاسواره مكتوب عليها شمال افريقيا ليس لها اسم محدد لمواطن اردني
يحمل الهوية الأردنية. لاحظ شمال إفريقيا موجود عليها. نعم لا يوجد مشرف رئيسي ولا مرشد رئيسي للرحلة. عندما طلبنا صاحب الشركة قل ليس يوجد طلبناه بعقد بينه وبينه لا أكثر من شركة. قال بالنسبة للعقود بين لكم لأبناء السفارة لا يوجد عقود. لا يوجد عقود بيننا وبينكم، يعني بدكم تطلعوا تطلعوا على راسكم غير هيك لا يوجد. وهذا الكلام من اكثر من شركه كان. فاحكي لي صاحب القرار من الكرك. طبعا قدمنا الى احد الشركات عن طريقه نطلع انه احنا ان موجود مواصلات وسكنات مؤمنه ونظيفه، ولكن فوجئنا عندما وصلنا الى السكنات انها تعيش تحت التوت الصراصير فيها، وليس انه فيها نظافه ومفقود النظافه والمواصلات غير مؤمنه. واتجهنا الى اللي هو عرفه. لا الان احنا موجودين لا كهرباء ولا ماء ولا خدمات، حتى حمامات لا يوجد لنا احد حمامات. ماذا تطالب منهم؟ نحن نطالب انه في حقنا مثل اي الدول الباقيه اللي الان هم عايشين في الكهرباء وبتمتعوا في أجواء ممتازة، وإحنا الآن مقروطين في الشارع لا استفادة مننا. الحاج حسين فال حسين من المشاقبة. نوجه نداء لجلالة الملك عبد الله الثاني المعظم بأن الحجاج هذولا شغلتهم كلها نصب واحتيال. استقرينا معهم على باص إنه 2007 ووقعنا عقد معهم على انه 2007 مرسيدس. جينا وين الباص كوري مكيف ما بيه، اضاءه ما بيه، كراسي خربانه، كل شيء فيه خربان، خرب فيه على الطريق. اربع باصات وهم بدلوا لنا باص، والليله بعد بدلوا لنا باص. قالوا لنا انتم سكنكم بالفندق بالعزيزية الشمالية. جينا وانه لا عزيزية شمالية ولا جبلية ولا فندق سقك تبع الشركة مش واجدينه، ولا شفناه ولا تواجدنا معه ولا حكينا معه، نضرب عليه ما يرد. السلام عليكم دكتور حمزة ربع معه. بصراحة الأمور كانت غير مطابقة للمواصفات التي تم الوعد بها، خاصة في طبيعة الحافلات والنقل والإضافة إلى الإقامة، وعدم أيضا المندوبين، عدم استخبار الحجاج وتوفيضهم أحيانا، وخلافات في الشارع تمت، وتم رفع بعض الشكاوي حتى لوزارة الأوقاف السعودية بسبب إهمال المندوبين. إلا أنه بالنهاية تم معالجة المواقف وما زالت العقبات والصعوبات مستمرة حتى اليوم. إذا مشاهدي فضائية الحقيقة الدولية، آلاف الحجيج الآن ضمن هذه المخيمات التي لم تروها بسبب عدم وجود الإنارة داخل هذه المخيمات. آلاف الحجاج الأردنيين من الفرادة والسفارة دفعوا الغالي والنفيس من أجل أن يحضروا بأداء مناسك الحج. شركات أردنية قامت بالتجار بهؤلاء الحجيج ضمن منطقة عرفات وضمن أراضي المملكة العربية السعودية. وأيضا هناك آليات وحافلات تعطلت في أراضي المملكة العربية السعودية. كيف خرجت هذه الحافلات ولا تخضع لأدنى المواصفات ضمن التي وضعتها الحكومة الأردنية؟ كيف خرجت إلى أراضي المملكة العربية السعودية؟ ملف لابد أن يفتح من قبل الجهات المعنية، وهناك مناشدات من الحجيج لجلالة الملك للتدخل شخصيا من أجل إنصاف هؤلاء الحجيج من مخيم عرفات للحجيج الأردنيين والسفارة حقيقة دولية.